كشفت مصالح الجمارك عن اقتناء الجزائر قرابة 10 ملايين طن من الحبوب إلى نهاية سبتمبر الماضي، ما يعكس درجة ومستوى التبعية التي تعانيها الجزائر في هذا المجال وعدم القدرة على تغطية حاجيات السوق الوطنية. ويبقى القمح أهم منتوج تقوم الجزائر باستيراده، والذي بلغ نحو 7 ملايين طن، بينما قدرت واردات الذرة بحوالي 3.5 مليون طن. وفي السياق نفسه، أبانت إحصاءات مصالح الجمارك بأن الجزائر قامت خلال الفترة الممتدة ما بين شهري جونفي ونهاية شهر سبتمبر 2017 باستيراد ما مجموعه 9.7 مليون طن من الحبوب بمختلف أصنافه، من بينها 6.21 مليون طن من القمح بنوعيه. وقامت الجزائر باستيراد 4.7 مليون طن من القمح اللين مقابل 1.4 مليون طن من القمح الصلب. في الشأن الفلاحي، يولي مخطط المغرب الأخضر أهمية لمختلف مراحل إنتاج الحبوب، فبعد عملية الحصاد تطرح مسألة التخزين التي تساعد الفلاحين على التحكم في أثمنة المنتوج. وتواكب وزارة الفلاحة هذه العملية بتدابير مساعدة على الحفاظ على استقرار أثمنة الحبوب، كما يطلعنا روبورتاج حسن طباعي وأحمد الحمري من برشيد بإقليم سطات. الوصول إلى مردودية مرتفعة في محاصيل الحبوب هذا الموسم تطلب من الفلاحين اتخاذ إجراءات ملائمة للتخزين حفاظا على استقرار الأسعار وتفادي انهيارها بالأسواق. لتفادي هذا المشكل ديال الانخفاض في الأثمنة ديال التسويق، فهذه العملية ديال التخزين هي تتلعب واحد الدور كبير للفلاح، باش بعد ما يكون التخزين يعني تيبدا يخرج المنتوج ديالو للأسواق ويبيعوا بثمن مناسب. وهذا الشيء كله من فضل ديال المخطط المغرب الأخضر اللي تيهتم بواحد بالفلاح واحد الاهتمام كبير لجميع المراحل ديال المنتوج. عملية تخزين الحبوب يتكلف بها إما المنتج أو المجمع بتوفير الشروط الملائمة. نستقبلوا جميع أنواع القمح الطري اللي من عند الفلاحة الصغار والمتوسطين حتى الكبار. الطاقة ديال التخزين ديالنا حوالي 40,000 طن، وكتم بواحد الطريقة حديثة، لا من ناحية ديال التخزين ديالو واخا يكون عنده واحد المدة طويلة، هادشي اللي باش كيضمن واحد الجودة كتكون عالية. دعم الثمن المرجعي للقمح الطري وتشجيع المخزنين سيساهم في ضمان التسويق الملائم. تواصل الدولة مجهوداتها هذا الموسم، وذلك بتشجيع المخزنين والتعاونيات بمنحهم مكافأة التخزين تقدر بجوج دراهم للقنطار لكل 15 يوم بالنسبة للمشتريات ديال القمح اللين. والمكتب الوطني المهني للحبوب الوقطاني يتتبع هذه المشتريات المصرح بها، وذلك بمراقبة الكميات وظروف وطريقة التخزين. هذه التدابير المواكبة لسلسلة إنتاج الحبوب ستمكن الفلاحين من تسويق جيد لمحاصيلهم وتواكب مسارهم استعدادا للموسم الفلاحي المقبل.